وصبرهم وصبرتهم وغدرهم شيوخا، وعلى رأسهم أخانا وأبانا وشيخنا الدكتور نبيل. وإخواننا دخلوا هذه السجون محتسبين، حينما أتوا لاحتقالهم وجدوهم بحقائبهم جاهزة، فقط أنهم أرادوا ألا تسفك دماء أهل السودان، ولأنهم أرادوا الحفاظ على هذه الأرض. انحنيت بالعاصمة حفاظا على استقرار هذه البلاد، ولكن كما قال أخي الجزولي لم يعرف بالمستطاع الآن سوى الصمود ورفع الرأس لأجل الحفاظ على هذه البلاد. ونحن إن أردنا الحفاظ عليها نعلم كيف نحافظ عليها. فقد فدينا هذه البلاد من شبابنا فقط بثلاثين ألف. قدم نساؤنا جهدهن وذهبهن وأموالهن وأفرغن طاقتهن في إعزاز الرجال وفي الجهاد حتى، وقدم الرجال أبناءهم محتسبين صابرين مستبشرين أن لهم من يشفع يوم القيامة حفاظا على هذه الأرض. الله أكبر. وبيننا نحن منذ المهدية وما قبلها من الذين كانوا شهداء في سبيل هذه الأرض والدين، بيننا وبينهم عهد ألا يؤذى هذا الدين وفينا نفس.